كان لكثير عزة غلام يتاجر له، فأتى الشام بمتاع يبيعه، فأرسلت عزة امرأة تطلب لها ثيابا منه، فوقفت على غلام كثير وهي لا تعرفه، فابتاعت منه حاجتها ولم تدفع الثمن، فكان يختلف إليها مقتضيا ما له عليها من ثمن الثياب. فأنشد ذات يوم قول كثير: قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. فقالت له المرأة التي ابتاعت منه الثياب: هذه والله دار عزة، ولها والله ابتعت منك الثياب. فقال: والله وأنا غلام كثير، وأشهد الله أن الثياب لها، ولا آخذ من ثمنها شيئا. فبلغ ذلك كثيرا فقال: وأنا أشهد الله أنك حر، وما بقي معك من المال فهو لك.